والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا آمين. استعيذ بالله ما أمهات سر ذلك من سر ذلك بله اماتنا ذلك بله ازمان آیت 21 و 16 سر ذلك و داد بریا ویدا بحثا که عجبا نانیرن به چاوه خود دیتن که ما بد آخلقه یعنی یاراتلشه چیکرنه ابتدا انما چیکر buradan kabul et İbrahim'e Türk'e ve kutbe buradan yola çıkarak dve derede ibret ki ne gertin, dve derede ilmiyet ki şu anda çey ne bu, eme karbın iada eve kü meçeker ademe mehani vücude velev kü ji adama mehd ne beji, ji hariye beji mevi hani vücude u mevi kire insan u pişte kümmer اگر پشت مرن ایجی عجبا جوانا چی نبو که همه دیسا کاربن وی اعاده بکن نو اعاده جی که نشأتا اخرای یعنی دمک اعاده جی عین بنا اول نشأتا یعنی تشتکی دنه ننه یعنی اول مادم نشأت با آده دو ایجی نشأتا تو فرقه که دنه و هب یدت تنه ایجا چما جی اعاده را لقارشی دسکنن عبرت کی جوی اوی ناگرن یعنی نشأتا اول ناگرن جی نشأتا آخر را دبن من کرو او لقارشی در تیم ذالکه خدا دبی جل جلاله یرجعو دبی اف ذالکه مشارو الهی ذالکه عجبا چیه دبی یرجعو الى ما یرجعو الیه هو او مرجع هو چونکی هر دو جی ذالکه جی و هو جی جوان را مرجع لازمه یعنی دشته که ایراجعه به بالوین یعنی کنایت هر دو جی یعنی اسم ظاهر ننن ذالکه جی و هوه جی ایجا هوه راجعه به بال چه وابه؟ اب ذالکه جی مشارو الهی عینی تشته کیان هوه ازمان؟ ایجا هوه ایجا هوه فی قوله که هوه اهون علیه به سوره روم دا آیتا 27 دا فدا جل جلاله دبه وهو اهون علیه یعنی اب اعاده لسر خدا جل جلاله اهوانه يعني اهوان اصلا ده دبي دري ده ناف على التفضيله يعني بناء اكبر ام دزانن ام اشلي دشلينا بيرا اكبر چوا نه بمعنى مازن ترى يعني بمعنى مازنه يعني چونكي جوي مازن تنه نك خدا جل جلاله جوي جوان جي مازن تربه مازن قاشي خدا تنا خدا كبيره يعني دبي دري ده جي وهو اب اعاده اهوان عليه لسر خدا سوکه نتوشته یعنی نتوشته بله دبی او ما یرجع الیه هو چیه چیه که هو راجع به بالوایه دبی من معنا یعید یعنی اش قبیل اعدلو هو اقرب للتقوى یعنی ولو بلفظ خود درباس نمو بجی به معنا خود درباس دیه یعنی یعید اعاده درباس بیه دم یعید درباس بیه اعاده دبی دل بق او چو دل بقوله ام نشأة الآخرة كجو خدا جل جلاله دمك ده زانين ام نشأة الآخرة خدا بفي قوله الخد دلالته لسجدك على انهما نشأتان دمك ام ايش مسألة هاني دو نشأة اف خلق هاني دو نشأة يعني بدجي نشأة يا اعادة جي نشأة عيني تشتك يعني تشتكي جهب آيرين هر دو جي إيجادا هر دو جي اختراعا تشتكي فرقين لنا كما تو أول قبول كي كما آدو دو قبول ناكي يعني مالا وأن كل واحدة منهما إنشاء نشأة يعني مالا أف أن نشأة الآخرة نشأة أوك مصدر ديان مصدر بحصف زوائدية يعني ينشيوك من نشأة الآخرة çünkü yunşiyuş babi enşe e yunşiyuye demek inşa etene ev zavada meşe avit ya neş etmaya yahut ci mansube bi fiile ki mukadder va
وتنشؤون النشأة الآخرة، أي ينشؤون النشأة الآخرة، ينشئكم وتنشؤون النشأة الآخرة، قبيلة أنبت نباتا، يعني أنبتكم وتنبتون نباتا. من؟ من؟ وأن كل واحدة منهما إنشاء، أي ابتداء اختراع، وإخراج من العدم إلى الوجود. هردو جي شنا إنشاء ابتداء اختراع إخراج عدم ببال وجود، يعني جتنابون ببال هبون، لا تفاوت بينهما، تفرق كي دنبا بدء ودنبا إعادة هردو جي نشأة، إلا أن الآخرة آخرة آد دوك أم خدا تعبيري بإعادة يعيدو دانية أم آخر إنشاء بعد إنشاء مثله، فقد نبا وضع أذن بأبيض الرتبة دويا دا أعوج الرتبة أول دا أو قص، يعني رتبة وان سرلامة وان جهرة فرقينه يخسى معناه بحقيقة خجي باللفظ خجي عيني تشتم، بحقيقة أخو لفظ خو عيني تشتم. أبد إلا أن الآخرة إنشاء بعد إنشاء مثله والأولى ليس كذلك، أفرق. وقرئ النشأة والنشاءة، أبهردو جي هاتنا خواندم قارئة بهردو قراءة جي خواندنا كالرأفة والرأفة، شواد الزمان العربي هذا الرأفة جي تي استعمال كرن والرأفة جي هاتي استعمال كرن، أب نشأة ونشاءة جي جتارف قراءة هذا هردو جي هاتنا خواندنا، شو معلومة يعني القرآن وقت نازل بيه قراء الزمان وان عربا نازل بيه. يعني سورنا كشترى كيف تدق فيها قلت ما معنى الإفصاح باسمه مع إيقاعه مبتدأ في قوله ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، يعني معنى بيتشيه بدأ الخلق ثم يعيده بدأ الخلق بدأ الخلق يعني خدا جل جلاله خلق ذي خلق هاني ذي مخلوق هاني ابتداء تشكر تو صورتك قوبيا تشتك دني نجرت دستخو إباكي دوي داري دا چما ينشي الله نشأة النشأة الآخرة، إشا دوي داري دا اسم خدا خدا اسم خوب اسم ظاهر هاني، يعني برا دو ينشيو دا دميرا كي مستتر بكرا وراجع ببال وي مرجعي كو دميرا بدأي راجع ببال بابو چبو دمير كي وصل ديون شيو دا مستتر بكرا وراجعي ببال فابكرا. فإن قلت ما معنى الإفصاح باسمه ومع إيقاعه مبتدأ، يعني مبتداك يعني دستيك كي أتيك في قوله ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، الله مبتدأ ينشئ خبره النشأة الآخرة صفته ومفعول، لكن معنى ويا شيء يعني شو كاست هاتي كرن دفي دريدا دفردا مراد شيء يعني بتك باسم خدا كو ظاهر هاتي وكريا مبتدا بعد إضماره في قوله كيف بدأ الخلق دفي دريدا بدأ الخلق دميرة مستتر هانية وراجع كريا ودفي دريدا كما رابو اسم ظاهر دشونا دميرة دهاني وكان القياس قياس زمان عرباجي أن يقال أو باتغوت كيف بدأ الله الخلق أجل اسم ظاهر تبيني فعل أول را اسم ظاهر بينا فعل دويا را دمير بينا إجا دوية تريد آيات تجي تام ترسنات يكرر فعل أول بيس بي اسم ظاهر هاتية فعل دويا جي بي اسم ظاهر هاتية أبيا چية معناوي چية مراد اي چية يعني ودا خستية دوية تريد چجمع را بيجي قلت دبي أزي بيجم الكلام معهم كلام التبيبان من كرا خبردان التبي من كرا كان واقعا في الإعادة چونكي سر بدء خلقي أبيا قيرين و بهفكتن تنبو أولا چونكي بتشعب يخد يكون علمك كي جوان را چيبو وخدا جل جلال في إنسان هاني چيكري فقط تشتكو دور ديتن إعادة في الإنسان هانه يعني جاردن بشتي كمير متفرق بو أوان أطوارا هندا بون
اوان اجزاء تفرخ كرن لصي لريا ارده دنميشي ببال اسم خوبا بول كخوالية ادري دريدا اعادا وي باري دور دديتن جبوكو اعادا وي دور دديتن ازلك لجي خدا جل جلاله بأدبيني باسا باسا اوي الله كو ودي بدء خلقه كر او الله كو بدء خلقه كر قدرته ويهبه كو بدء خلقه كر او إعادة جي وما قلت يجي خدا قادر لسال كل ممكناتا يا او إعادة جي ممكناتا يا اتشما ونقبولناك بناك الكلام اي نو دستيك يعني اي نو دستيك أدمك خبردانا تبيوان كان واقعا في الإعادة دي يعني بعد إذا تنبون بناك دستيك خبردانا جي إعادة وفيها دي إعادة دا كانت تستك الركب يعني دي إعادة دا çok dilerizin yani ayde tabire ki Türkiye köyde bir diz çöktürdüm onlara. Yani dve dere de Fada Celle Celaluhu delila tine onları onların dizini çöktürüyor. Yani dve dere de esas iade maksudu bizzat iadeye. İşte kudur dibinin iadeye. İşte ben mi Fada Celle Celaluhu Rabu ismi khuy zahir hani ev Allah'ı ku cami'a jibu tamami sifat-i kemale ra تمام صفات الكمال يا و او الله يكو قبول كريا بدا خلقي بك بل بدا خلقي كريا و بتشعبي خو جديد و ديتنا تشعباجي بو سبب علمك زين بدا جي تشيك او الله يعيدو يعني تشكي دني لنا كاسك دني تننا او الله يكو قبول كن الا يعيدو بل فلما قرره ابدائي عفوا ازونا او تاس تاكو ركابو تاچگو يعني كده بي تعبيرات تركي من پیش قلنش كير كومگو بيز چكتر ما يعني ها دلرزا يعني لرزا لرزا وان دوه داري داشكو او يعني من گو قي يعني قوصا او بي خل حس بيدخن قوصا قوشي دوه مسألة ده يعني اصل يارشو او دوه مسألة من گو قي وي معنتين ولا يعني؟ ادو سات زانم من وصف عم كرجي ايوه مان جاتركي لو صح يعني شو مغلوبيته يعني افاده مغلوبيته يعني ها مان دونك از اتركي من بلا اظن ميزك خير ابو بلكي تمام فلما قررهم في الابداء بانه من الله وقت كوان جراند مقر يعني اعتراف شيء فده بوان دا اعتراف كرين دا قبول كرين بإبداء داد مسألة إبداء دا بدأ الخلق خلق أول نشأة أول شو وقتك خدا وانقران دا مقر معتبر بأنه من الله يعني أبوي بفي معنى هاني بدء هاني إلا جخدايا أخدا بالدليل بوان دا قبل كريم بالشعب السريوان بوان دا قبل كريم بدء خلقي جخدايا أبشتي كساكر إجا احتج عليهم لسروان دليل كدين جهاني بأن الإعادة يحتج عليهم أف بدء خلقي كبوان دا يعترف كرن وي بدء كرا حجة لسروان لأن الإعادة إنشاء مثل الإبداء يعني أو إعادة أو جي إنشاء كبناء إبداء ما دام هو إبداء قبول كريا نابكو الإنشاء كدين جي قبول لكن يعني چونك ما قول يعني نشأتك كتب أن نشأة الآخرة في هذا ده زاني دمك نشأتك الأولى هي إبك يا ونشأة أولى شيء وبدأ خلقه إما دم وبدأ خلقه وقبول كريه وبتعبي خجيد بينان نابكون إعادة أن نشأة الآخرة كعاد دورا والنبينان فإذا كان الله الذي وقت أو خدايك لا يعجزه الشيء كتشتك في عاجز قاصر نايلة يعني في ورعت وقشتزلاشترميش ناكا وقتك او خدايك لا يعجزه شيء هو الذي لم يعجزه الابداء او خدايك ابداء عاجز نكر يعني كاربو بو حاكم ابداء بو خلق بدء فهو او اشخر الذي وجب ان لا تعجزه الاعاده عين او واجبه كو إعادة يعني واجبة وحق ودجيدة يكون لا تعجزه لإعادته في إعادة وعاجز نيلة إيش خو أو خدايا ما خدايا حاشا
یک دلیل نکونه بیشن نه اوی کاره او نکاره ایک ما کاربونه وی خدای که و قبول که شخو او خدای که ایجا اعاده شوی عاجز ناکه یعنی فلید دلالتی و تنبیه على هذا المعنى جبو دلالت کرون و تنبیه وی قوم بکل سر بی معنا یعنی او خدای که بدعا خلقی و جه قبول کریه و اعتراف و اقرار کریه او خدای که ایجا اعاده را جی نعاجزه یعنی اعاده بی معجز اعجاز ناکه اجبر بیا ابرز اسمه و اوقعه مبتدا ان بينكم مساله هي نود سبيكر بو مبتدا كلا مبتدا و بیا كلا خبر يعني دي انشاء دا دي انشاء دا اسم دي انشاء دا اسم خو اسم خو سيدان يا دي انشاء دا كلا مبتدا و ينشئ كلا خبر يعذب من يشاء تعذيب بك من يشاء تعذيبه اذا دريت اجي خدا تعذیب اشیا رحمه دا گرتی حال بو که رحمتی وسیعت کل شیه ایجا چما تعذیب دا برده کرده پیش چونکی مسئله مسئله کفری را مجادله کفری را یعنی اقرار کرن و ترسا ترسداینا لسر کفری ها یعنی درج انکار عاده و بعثه بردن یعنی قبول بکن انکار نکن اجبروی خدا جل جلال و دوی داره دا مسئله تعذیب دا پیشیا رحمه يعذب من يشاء تعذيبه ويرحم من يشاء رحمته مال ومتعلق المشيئتين متعلق مشيئتين يعني او ايكو او مشيئات خبيبة دقرة مفسر ومبين في مواضع من القرآن يعني عجب مشيئات اكي مشيئات كي يعني كي دخو بخوز مشيئات خوزا قضاء رحمه لذكا و کی بخوازه عذابی که خدا عذاب لیست که که اینه خدا جل جلاله یعنی کسی ناده عذابه یعنی نکو مشیعت هاوی دخوازه فلان کسی کرو فلان کسی بده عذابه نو ماوی ده عذابه نوسه گره طبیه تفسیر امام زمخشریه گره اعتقاد هاوی و متعلق المشیعتین مفسر و مبین فی مواضع من القرآن او کیه و هو متعلق مشیعتینی من يستوجبهما او اكو يعني رحمة و عذاب ديارين واجب يعني حق دكا و دكا واجب من الكافر والفاسق دمك متعلق مشيئتين الكافر والفاسق إذ تشارجي إذا لم يتوبا وقتك التوبة نكرب متعلق مشيئت أبهر دون ملك ومن المعصوم والتائب فاسق وكافر وقتها في التوبة لكن طبي معصوم وتائب أو يكون معصوم وتائب أو شيء مستوجب رحمته تقلبون تردون وترجعون وين بين رجعك بين ببال خدا وما أنتم بمعجزين إيش بير زمان جي وإن معجزين يعني من خدا عاجز نايلن دا عذاب و رحمتا ويدا ون عاجز نايلن خلاص بونو فلتاندنا جدسته خدا جل جلاله ون خدا عاجز نايلن بمعجزين ربكم دا مك دري داري دا مفعول معجزة رب بلي ون معجزين اي لا تفوتونه ون نافوتن جو خدا جل جلاله إلا ون دسته قدرتا ويدا ون حاضرن ون كدا جبرا فن خدا جل ربا ربا که ای ببه سبب خلاصی ویا جه دست خدا او رفتونه یه بله و ما انتم من معجزین این هربت من حکمه و قضایه اگر کون بخوازن جه حکم و قضا و تقدیر خدا و کسین لکل نمعجزن یعنی کاری وطنه برابن و خلاص ناره دون وما أنتم بمعجزين في الأرض الفسيحة ذي أرض فريا مزنداجي والتجار خدا جل جلاله عاجز ناكن جي قرتنا أخو إلا خدا جل جلاله إيوا بقرا وإيوا بدا عذابه خلاصيتنا ولا في السماء ناد أرضي دا وإن معجزا معجزة خدانا دري أرض فريا ولا في السماء و ند آسیمان ادا و المعجز طبی اگر کن هر ناسیمان یا چون کی تفسیر دن باشقه معنا جلیت خود فقط ام وی بیشن ام چون کی امام زمخشری وی معنا گرتیه یعنی اینکی تفسیر دن بیشن
وما أنتم بمعجزين في الأرض، يعني وإن معجزة حاكمة ورية أرضينا حتى تكون معجزة خضابة، وإن معجزة وان كسي كدو آسمان دكو ملايكتين وقتا كدو خازن تشتكي جوارا بينن، وإن معجزة وان هاج بلايا هاج خيرا يعني خير وشرا بيشتكي وإن معجزة وان وإن كوا معجزة خضابة. فخط أليا باري دورة نعرف جبوك بأميدي بدوان لما قلتيا ولا في السماء، يعني قاعدة ما التعبير الكرمانجي ده جي اف تعبير هنا المحقق من تر دزانين دبي اجل اسمان التدقاريام خدي تلغي عردي دامن، يعني حال بكي نكو تشي اسمانا غاية تشي غاية يعني اسبر مرخلية تابم اسبر لبي تقاريام الهرجي من تبرسة تكر فخد مذاكر تلجيكي كو هيش يعني اوقع نيز متى اوك نتكر حيث نتكر تخمين نتكر جا خداجي دري داري دا بو وما أنتم في المعجزين في الأرض ولا في السماء التي أو سماك هي أفسح منها حتى أرضي جدها أفسح ترى، يعني تشقى ميدان فرابة جي خلاصية والتنى يعني شوا سيدا جي فرترة؟ ها؟ شوا جي فرترة؟ إي آسيمان جي أرضي دها مصدرة الحالة ويوصد بيجي والله نص أرهيش قد بيجي ده يعني فريوي شوا نظام شوا يعني والله يعني فساحتها آسمانة ده مجهة أرضي يعني مزناطية جزاجنا أرضي أف جزاجنا يعني القاشي بري جزاجنا بتشوجة يعني جزاجنا الشمس يجي بتشوجة إيش جزاج إنك جزاجنا إذا نجي يعني إيش أرضي بري ماستر جزاجنا هنا يعني راست راست نانا يعني شو كي آسمان أرضي تاني ناقة بني خو يعني باشقا باشقا بديجي باشقا جزاجنا بديجي البني وداني أمين كقوله تعالى إن استطعتم أن تنفذوا هكي دري دري داجي يعني التعبير شخو أم نل آسماننا حتى كو أم خدا بتصور إعجاز خدا دا آسمانا دا بكر عجبا أبياب چي إفادتك يعني مقو يا دكرمان دنبا كرمانجي داجي أف تعبير هنا إجا دنبا عربي داجي دمك هنا ويكا خدا دبي إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا حالبكي أقطار السماوات أي كدا على ميرك يعني ماني يعني ولو إمكان وذهبك ونهار آسمان جي ونديسا جي نافلت يعني بياد ده إمكان إفادة كرة وقيل وهاتي قلتين ولا من في السماء يعني ما أنتم معجزين في الأرض والندرية أرضي ذا معجزين كأن إيه أرضينا ولا من ونم معجز ولا من في السماء معجزين يعني أبي كنت آسمان هذا يجي إعجاز أخوة ناك نكاربك يعني دبكو أف معنا بجي جا يعني عند نكو أم دا آسمان هذا أم نم معجزين هنك خلق ومخلوق كنت آسمان هذا هنا يعني من شواد لري أرضي ونكار إعجاز أخوة بكن جي تقديره وقضائه أواني كنت آسمان هذا نجي أوجي بنا ونكار إعجاز أخوة بكن جي تقديره وقضائه مالي يعني دبي دليل ده ولا في السماء جملة آيرية هناك عطوة بسر في الأرض بقى يعني عطوة في السماء بسر في الأرض بقى نحن يعني ولا من وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا من في السماء بمعجزين أبي كنت آسمان هذا يجي أوجينا معجزة من كما قال حسان رضي الله عنه شوف عجبت بنزري في شهدك يشخرا بينا إيجا كو دوي شاهدية دا دي شاهدة دي شهادة وي شاهدية دا بس بلي معنى خراد با لو ما كو أمجد احتياجي دبينين ببال تقديرا مبتدا كي دني با كو حسان قوتية أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء يعني أويك هجو رسول الله تكد عليه رسول الله دا خبر دا جواه ويمدحه ومدح ويتكا وينصره ونصرته ويتكا تبكو أبيا سواء به يعني مستوي به بهن كدنرا يحالبك أبيك هجوة رسول الله تكا أو مدحناك ليس ويمدحه دري دري بأم مبتدا كدن التقدير بك يعني أمن يهجو رسول الله منكم أبيك هجوة رسول الله تكا ومن يمدحه أبيك إجا مدح ويتكا أمن مؤمن وينصره ياردما ويتكا تبكو هاجيو يعني أوي هجوكار وأوي مادح
دبا كل جم خدايا منا يكن يعني أدري داري دا يمدحوه كم عطب سريع جوفا بكين أبيا معناه خراب بقى شو كي هاجو ماده عين كس نابه يعني إذا جبروي يحتاج شيء ذاك من كي دبردا تقدير يمكن أدري داري داجي من في السماء أم بيجن أوي كدرية أرضي دا نابه كد آسمان دابن إذا كي معناه شوابه أم من كي تقدير بكين وجوي منيرة معجزين لو داري خبر بينو خديات شو بير ويحتمل ومحتملة إذا بتقدير أن يراد لا تعجزونه ونوي عاجز لكن وما أنتم بمعجزين ربكم والرب يخرى لا معجزا كيفما هبطتم في موا في مهاوي الأرض وأعماقها يعني دمهوى أرضي دا دا أشغلق وشكور أرضي دا ود كورايا أرضي دا أجل كون بكبن جي ون خباب جنجي ون بكبن شكور أن درين درين أرضي أن كوري أرضي جي أو علوتم في السماء معنى في السماء أو علوتم في البروج يا خود ون برجور هارد وان برجادة وان قصر قناخ بلندا والقلاع الزاهبة في السماء أو أن قلعيك دو أتموسفير دا بلند بن دا هواي دا بلند بونا برجور شونا أو أن دوان جيادة بنجي إيسا والنمع عجزة خدانا جل جلاله عندن احتياجي ببال تقديرا مني وچينابه يعني في السماء سماء كأم دزانم نه السماء يعني برجو ازونا مكو ده قنبيد ايلولي ده شون وان وان قولا ده امريكا شقا بلنزجي شون تدي جزا ما قفات آمنا امش خدا خورا دوستانی خور مشکل ام رو برو عمری ما چقا پیش داد چه امش جمرا دعا بکن بیجن یا ربی تو دوستانی احوال مش خدا را زیده بکی یا ربی تو دوستانی احوال مش خورا زیده بکی تو خوب ما بکی خوش کرن مجی بخوب دی خوش کرن اما خوش کرن دست تدای تو ما بکی ام رو برو کی سپی ورن حضورت ده دنیا جمرا نلازمه قردشم دنیا نلازمه اره والله او لا تعجزون يا شي معناه دمك ابا لا تعجزون امره اذا لا معجزين ربكم لا معجزين امر ربكم اذا لو داري مفعول لو داري تبع مضاف اليه مضاف تبع مضاف اليه محذوف لا تعجزون امره كي جاء امري لي الجاريه في السماء والارض او امري لي وخستن دافازي ليكم يعني خستن ليكم هم ده آسمان ده هم ده ارضه ده تي اجرا کرن او ان عاجز وي امرينا ان يجري عليكم چما يرسل هواله و جاري به چما يرسل و جاري نه به دمك و نه معجز وي نه ها يعني قوته و ناجزه او تشتك خدا جل جلاله اجرا بك ده حق هواله و وسائر مخلوق دنيا ده و نكارن وي اعجاز بك بمن انجل جيران تحليه خدا فيصيبكم اشتكوا النبن عاجز فيصيبكم ببلاء يظهر من الأرض أو ينزل من السماء دمك أول أمرك جارينا دا أرض آسمانا دا والنم عجز جوي أمري را فدوا إعادة بك وابدا تعزيم بي ومؤمني حسكري يخشي إبدا رحمة أخو بسروان دا ببارينا إن شاء الله يا ربي تمجي بكي يعني مثلا أذنان فيروسك بتشوشك دركات وانه كو او قاسا خويه وي شحاشحه وي تكنولوجيه وي قوته وي امكانه بوجي لقاش بيا عاجز مان نكاربون مدافعه خوشي بكي هيج 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 نصا اري والله انا او نمروتي كو بكرميشي لتربية كربة خدا او خداي كو نمروت بكرميشي لتربية كربة چي ايجابي مصرفة زيدة ليدك يعني شو نيار خوي هري مازن بعسكري خوي هري بتشوك تربيه كي اري والله يا ربي يا ربي تما غافل لك يا ربي تما غافل لك امين بس ازولان يا بس ازولان بس